أيوة يا أستاذ أنا جاهز. بص يا أحمد، المشهد اتغير بقى فيه سفرة وأكل وكده. لا 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 لا، أكل إيه؟ أنت حضرتك نسيت؟ أنا ممثل محترم، أنا ماليش في أدوار الإغراء والكلام الفارغ ده. أنا على فكرة محافظ على نفسي، محافظ على الرجيم عشان الدور اللي حضرتك وعدتني بيه. أنت طلبت مني أعمل رجيم وأنا ابتديت الرجيم، خلاص. أنت عايزني أبوظ الرجيم ولا إيه؟ لا تبوظ إيه، أنا عامل حسابي يا أحمد. أنت المفروض طالع عريس جديد، مكسوف ياكل، حياؤه منعه، كده يعني. يعني هلاعب بقي. هتلاعب بقك. فندم أنا ممثل محترف، قول لي هتلاعب بقك وأنا لاعب بقي على طول، لأن أنا ماشي على الرجيم إرادة حديد، اللي هو الكيميائي اللي حضرتك جبت لي الورقة بتاعته ده، الصبح مية سخنة والغدا والعشاء جزر، جزر جزر، مفيش الإغراءات كلها بتتعرض قدامي، مفيش أي حاجة وقفتني، مفيش حاجة دخلت بقي طول الفترة اللي فاتت إلا الجزر. عايز أقول لحضرتك إن الفلفل الأخضر بقى من أعظم أحلامي. أنا بقيت بتحول لأرنب بالتدريج، ساعات بقرقط ضوافري عشان أغير طعم الجزر من بقي، لكن مستحمل ومكمل يا فندم. لا وأنا سمعت كمان إن أنت ما شاء الله بقالك يوم ونص في الدايت. أستاذ حمدي أنت الظاهر ما تعرفنيش، أنا لما بقرر أعمل حاجة بعملها. أنا بدأت رجيم، هكمل رجيم وهخس وهجمبز وهعمل دور لاعب الجمباز. أنا ما صدقت وصلت للشيب ده. حتى بص حضرتك، ايوه السناك بتاعي معايا اهو، خد قطمه لاعب بقي. يبقى تمام، نعمل بروفا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ازيك يا عم سعيد؟ ازيك يا احمد، نورنا والله. يلا يا ريس، يلا جاهزين اكشن. كل يا ابني مالك، انت مكسوف ولا ايه؟ متشكر يا عم، انا اصل اكلتي ضعيفه. طب وهو ده اكل؟ دي حاجه كده على مقاس. كات سايب. حلو ده، يلا صور ده. اكسسوار دخلوا الحاجه. أسرع شوي. أوكي كلاك. السفرة واحد أول مرة. And action. يا ابني كل، أنت مكسوف ولا إيه؟ كل يا حبيبي، أنت مكسوف ولا إيه؟ كل. بتهبب ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش قلنا هنلعب بقنا يا احمد؟ يعني ايه نلعب بقنا؟ يعني ايه؟ يعني يرضيك الاستاذ نلعب بقنا؟ يعني انا لاعب بقك وانت تلعب بقي؟ ومعانا بنات هنا. طب الاستاذ نرمين دي مين يلعب بقها دلوقتي؟ يا احمد لاعب بقك على الفاضي ايه؟ ولا لاعب بقي على الفاضي ولا لاعبه على فلوس، الكلام ده ما ياكلش معايا. بقول لك ايه؟ انت لو ما اشتغلتش عدل وسبت الاكل والتزمت بالرجيم ولعبنا بقنا، اقسم بالله العظيم. قول لحضرتك انا ايه؟ انا لا عايز امثل ولا عايز الدور ولا عايز الشغلانه دي كلها، الموضوع اكبر من كده يا اخوانا. انت عايز ايه؟ انا عايز اكمل الفخده دي دلوقتي.